المنطقة اللي احنا فيها هذه تقريبا راح تستضيف أكثر من 1.5 مليون حاج، فخلينا نتخيل الكم الهائل من أعداد البشر، وخصوصا أنه احنا في فترة اتصالات، والإنترنت شيء ضروري في هذا، سواء للجهات أو للحجاج. فكم هائل من البيانات راح تحتاج هذه المنطقة. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في جولاتها الأخيرة واستعدادات الأخيرة في المنطقة مع الشركات، صرحت على أن هنا في هذه المنطقة اللي احنا فيها أكثر من 6000 نقطة شبكة، نتكلم على 4000 منها مدعم بالفايف جي، أكثر من سرعات الإنترنت تصل إلى أكثر من 300 ميجا وات. أيضا أعداد العاملين في هذه المنطقة يتجاوز 2000 موظف يعملون على مدار الساعة لضمان وصول الإنترنت والاتصالات بشكل يسير وسهل للمتواجدين هنا في هذه المنطقة. أيضا هناك يعني عدد من شركات الاتصالات من جانب آخر وزعت مندوبيها وأطقمها في المنطقة، سواء الأطقم الفنية وأيضا الأطقم المبيعات، ليسهلون الوصول للحجاج في مقر سكنهم.